طيب نروح للجمهورية، والجمهورية بتتكلم على ان الفريق يعسكر للنجم الساحلي، وده علقنا عليه. لكن اللي عايزين نعلق عليه اتفاق جنتلمان بين الاهلي وحجازي في الصيف، يعني هما هنا جزء من الاجتهاد. يعني موضوع حجازي ده سابق لاوانه، احنا لسه في شهر يناير، يعني لسه فترة الانتقالات الحالية ما خلصتش، قدامنا بتاع حوالي ايه 6 شهور مثلا عشان تفتح فترة الانتقالات الصيفية. هنشوف الاهلي هيتعاقد مع حجازي ولا لا. لكن عايز اكده لحضراتكم ان دايما في تواصل، في تواصل بخلاف جزئيه التعاقد والامور الرسميه في انتقال حجازي مثلا النادي الاهلي. لا، في تواصل ما بين المسؤولين وما بين حجازي، ما بين بعض الوسطاء وما بين حجازي. حجازي اكيد لو رجع مصر رغبته الاولى والاخيره الانضمام للنادي الاهلي، ده امر مفروغ منه، انسوه يعني. تمام. تاني حاجة، الأهلي أكيد لو حجازي عايز يرجع مصر هيبقى الباب مفتوح جدا لحجازي لاستقبال هذا المدافع المميز جدا، واللي أكيد هيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي في كل المحافل اللي بيشارك فيها. فمش عايزين نستبق الأحداث في هذه الجزئية، وهنشوف هل النادي الأهلي هيتعاقد مع حجازي في الصيف ولا لا. تعالوا نروح لأخبار الأهلي في المواقع، يلا.